تجربة جديدة للكهف، كثير مدحوه وأثنوا عليه وإحنا بنجرب ونشوف الكهف. الكهف يا حبيبي، الكهف، الكهف، هذا الكهف. طبعا للمعلومية، الكهف هذا عبارة عن جبل نحتوه وكونوا فيه مجموعة مطاعم داخل، فخلونا نجرب حنا وياكم ونشوف تجربة المطعم داخل الجبل. توكلنا على الله، بسم الله. المكان من عام 2014. شوفوا كيف، شوفوا كيف النحت الجبل، كيف منحوت. تعال بس مازن حبيبي، شوف والله دار راسي وين اعزمكم معاه يا حبيبي. شوف حتى الحمام جالس هنا وامن. اوه على فكره هناك دائما تشوف اولاد هناك. لا عليهم، بسم الله. يا 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 حلوهم، ما اشوفهم بس يا حلو. زياد الله، فعلا كهف بارد. هي بارد. شوفوا كيف التكنولوجيا العظيمه، مصعد داخل جبل ما تحصل، وفي درج بعد. بسم الله. رقم كم؟ رقم كم؟ رقم كم عشان الحكم؟ بالحكم فهد. رقم كم؟ تعال تعال بيكفينا كلنا. يلا فهد. فهد فهد فشلت انا مع الرجال. فهد فهد جال صور. هلا وسهلا. لح 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 لح، ما شاء الله، ايش المكان الجميل هذا يا عيني. والله الاجواء بارده صراحه، بارده. هل هو عشان المكيفات ولا نسمه الهواء الموجوده؟ مكيفات طافيه اصلا. الجو جميل صراحه، الجو لطيف، وتجربه جديده، مطعم داخل جبل يا عيني. جلسات خارجية على هالإطلالة الجميلة. مازن الوهيبي، هلا حبيبي، حبيب قلبي، هلا الغالي. إيش المنطقة هذه؟ هناك دار سيت. دار سيت، أي معروفة. يا سلام. تيجي هني في منطقة هذه روي، عندك هناك روي، قصر البستان. قصر البستان اليوم أنا كنت فيه في هذا الاتجاه. أوكي، هذيك بوابة مطرح. أوكي، هناك بوابة مطرح. يا سلام. أيوة. الأجواء أقسم بالله لطيفة عليلة. أنا أتمنى لو أن بالنهار وتشوفون كيف المنظر الجميل يكون أجمل. يا سلام، والله صراحة مكان يفوز. يا حلو. اختياراتك دائما مازن بطلة، والله من العظيم. الماضي خطر يزقني يجب. جميل. أنا أحب الناس اللي يفكرون خارج الصندوق. شوفوا هذا مدخل دورة المياه، وأنتم كرامة. جبل جبل، تدخل هنا شوف كيف عاد مرتب، ما كأنك داخل جبل أبدا، برا جبل جبل. عشوة جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن، مع الحبايب الغالين. من يتخيل ان داخل جبل جالسين الحين؟